تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت وزارة السكنة وسياسة المدينة الدورة 16 للمعرض الدولي للبناء والممتد من 23 إلى 27 من نوفمبر الحالي. هذه التظاهرات تعطي نفس قوي للقطاع البناء بحيث أنها تمكنه من أن تشكل نقطة قوة بالنسبة لهذا القطاع في إمكانية إظهار ما تقوم به المقاولات الوطنية من مجهودات على هذا المستوى، وهو موضوع هذه السنة تحت شعار التنمية المستدامة والمجال المبني المستدام، وكذلك ما يمكن أن تقوم به هذه المقاولات المغربية خارج أرض الوطن، لكن كذلك في تفاعلها مع المقاولات الأجنبية التي تريد أن تشتغل في المغرب. ويسرنا أن نرى هذا القطاع يتطور بشكل قوي، ونشكر السيد رئيس الحكومة على حضوره معنا في هذا اللقاء. هذه الدورة عقفت مشاركة 660 عارض في مختلف المجالات، وكذلك مشاركة 44 دولة أجنبية، وتنتظروا 180 ألف زائر. موازاة مع المعرض هناك ندوات غادي تنظم من طرف خبراء، وكذلك اتفاقيات غادي توقع ما بين خبراء في مجال البناء والتعمير. أصبح المعرض الدولي للبناء موعداً ثابتاً للبناء والأشغال العمومية، ومناسبة لإبراز وتشجيع المنتجات والخبرة الوطنية للمهنيين المغاربة والزوار الأجانب. هو فرصة تتعطى المختصين والمهتمين بقطاع البناء باش يمكن يتلاقوا تحت سقف واحد اللي يمكن لهم يتكلموا ويتحدثوا على المشاكل اللي تتم وكيفاش يطوروا القطاع، وكذلك هي فرصة تتعطى للعارضين باش يبينوا آخر مستجدات في مجال البناء، وكذلك المستثمرين الأجانب اللي تيجيو يزوروا بلادنا. هذه هي الفرصة اللي تيتلاقوا فيها مع العارضين باش يمكن تكون شراكة ويمكن هذا القطاع يتطور أكثر. تشكل فضاءات التبادل مناسبة لكل المتدخلين العموميين والخواص من أجل تحديد وسائل العمل على تقدم قطاع البناء والأشغال العمومية ونموه، باعتبار أن القطاع متعطش للابتكارات والتقنيات المتقدمة في مجال مواد البناء ومعدات وتقنيات الطاقة.